البرنامج هذا ممنوع لأعمارهم أقل من 12 سنة. كما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت، هبط الليل وتسمع هيك تسير في تخرويش وكلام وتشويش كانوا من تحت الحيط. قربت وضنها لهيك الصندوق، ما تفيق بروحها كان نجمة تحلو وحدها، كان لحظتها ساهل ماهل. وهكاكا تقى فيه برشا سنين كانوا مختلفين، السن الوحدة تقولون تعصيد ولا حتى ذيب، ولونهم أصفر تقولون خسين، ومعاهم تحفة بالغبرة والعنكبوت تقول سنين ربي ما تحلت، ولا جات فيها لا عين ولا يدين، كان فما خاتم يلمع لمعان تغزر له، لا تفهم ولا ذهب أبيض ولا ذهب أصفر، يشهي على لبسين كل قيسين حطته في ديها ويليتها من عملة. الطفلة تبدلت باللحظة أخرى، كون عبدة ولت عبدة أخرى، ويفيق بها كان مدة الفرشيطة وتضرب يد بها على مرتين. في اللحظة هيك معرفش الغبينة شنية واللي صار على بنته، وضربها دقدقها خلى صوابع يدي في بدنها. من هالليلة والطفلة ولت ناقمة هابلة ومشت نهار للمدرسة، ولت الصغار الكل تضرب فيهم وتعيط عليهم لين جاي نهار، وعيط مدير المدرسة لبوها وحكي لبو من وقتاش تقلبت الطفلة، قال ينصحها انه يبعد عليها هيك الصندوق ويشوف الحكاية. اما تيسير تفيق بيه، وجيت النهار وقالت لبوها، قالت لي فما امرأة ما ينجم يراها حد، كيما نقولوا تتحس وتتسمع ما غير ما تنجم تراها، تعيش فيها الصندوق. لحظتها ما صدقش البو، ما صدقش البو بنته، وقعدت باهت في تصرفاتها، كيفاش علاقة بنته بهالصندوق كي تقوم وتصبح عليه بالوقت اللي تعدى، وكل نهار يرى علاقة بنته وطبيعتها قاعدين يتبدلوا. وقرر انه يهز الصندوق للمعلم متاع بنته، وبعد ايام عرف انه الصندوق هذا اسمه دي باك بوكس، ويرجع من عام 1920 ويستعملوه مش يحتوي الشيطان اليهودي وما ينجم حد يمنعه. Yeah.